ساكن ما يضربهم حتى شي واحد، ما عندهم لا ضو ولا حتى شي لعبه. يعني كنتسنى البوليس يجي باش يقطع الطريق نجيبو فوق هذيك الرايه زيزي. ودازت واحد الطوموبيل بحدايا فن كحله، ما لواحد الدرجه بقوت واحد السرعه اللي داز. عرفتي الناس اللي متبعيني شحال هادي غادي يعرفوا هاد البلاصه هادي فيديكس هادي، بزاف الناس غادي يعرفوا. الناس اللي متبعيني شحال هادي فاش كنت كندير الديليفريات ديال فيديكس العاديين غادي يعقلوا على هاد البلاصه هادي. ها هي الوحشه تبارك الله ديالنا، تيغبورات بزاف، ولكن انا عارفكم توحشوا بزاف اليوم ديال تراكين رموك. يعني دابا جبتهم معايا للخدمه اليوم ان شاء الله، غادي تمشيو ديروا معايا واحد البريكوله اليوم اللي هو الخدمه، غادي تمشيو تخدموا معايا. سو غنحاول ما امكن ندير الكاسك وجبت معايا الجو برو باش غادي تشوفوا معايا الطريق وكيفاش الخدمه. اول حاجه يلا ديماريت الكاميو، غادي نوريكم واحد اللعبات اللي مهمين بزاف هنايا. تيقول لك ديما دير الانسباكشن، يعني لا من باب السيفتي الحمايه، من باب بزاف ديال الحوايج، باش انت تبارك الله راك تصوب جوج رموكات اللور طويل، داكشي كثر من داكشي اللي كتعرفوه في المغرب في اوروبا، في نفس الوقت ثقيل، يعني خاصك تشوف الفرانات، تشوف الدوايات، تشوف الى اخره بزاف الحوايج. سو الوغ يلا ديماريت، يلا درت لوغين في التابليت يعني ديال السوايع، مورا غادي نمشيو للور. بطبيعة الحال اليوم راه ماشي اليوم، هاد الايام هادي راني كنسوق الديكاب، يعني غير ماشي اللي فيه الناموس ديال اللور. سو غادي نمشيو نهزو الدالي من لهي باش نمشيو نهزو جوج تريلرز. وفين غنمشيو؟ غنمشيو لأوريغون، ولكن غادي تشوفوا معايا كيفاش الدعوة كدوز. يلا الاخوان، عرفتي هاد البلاصة كتحسسني بالحماس، هاد البلاصة ما نكذبش عليكم، هاد البلاصة هي اللي كنت خدام فيها شحال هادي، وسبحان الله الحماس الحماس. المهم كنشيكيو الروايد، كنشوفو بعدا الروايد كي دايرين، هو هذا كنشوفو الكابليات. عرفتي هاد الدالي هذا شحال ثقيل، فيه تمارة تا هو، كنشيكيو الروايد كنشوفو واش كلشي مزيان. الدالي هذا هو اللي كيهز التريلر اللورانية، يعني الرموكة اللورانية. سو غادي نشوفو الروايد كلشي مزيان، هو هذاك 5 5 نحلو هاد اللعيبة هادي، وهادي دابا هو. شوف إلا كان عندك شي دراع شي بيسابس جبد معايا معلم. زيد يلا يلا زيد، طلع 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 طلع، حيت فاش كنمشيو نمشيو للاصال على زيد 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 ردع فاك ينعل جد 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 جد. يلا نشوفو الضوايات، راني تشيكيت شي لعيبات اللي ما صورتهمش، ولكن غنشوفو الضوايات. السيني الخدام الضوايات كلشي خدام. يلا على بركه الله على بركه الله، عرفتي توحشكم والله، يلا توحش حتى الفلوغات، توحش العالم. شوف ما تنساوش، راه كتنسى واحد الحاجه مهمه، دير لايك كتفرج فيا. شوف دير لايك، راه كتنسى واحد الحاجه مهمه بزاف. نبداو على بركه الله، نمشيو نهزو التريلرز. بسم الله افتح يا الصا صافي يا اخوان، غادي نهزو هذاك التريلر. راه هو التريلر هذا هو اللي غادي نديرو، هذا هو اللي غيكون اللوراني حيت هو الخفيف، وتنظر اللي حداه هو اللي غادي يكون، اللي حداه هو اللي غادي يكون القدام. يلا سو المارشاريه ما عرفتش واش غايبان لكم، بقاو راجعين دالي. زيد زيد، عرفتي الدالي هذا والله الا كيترينيني بالمزيان، كنخدم مع لي مولي والرجلين. هذا تنقل هو، هذا تنظن وقال هو القدامي. نشوفوا الرقم، نشوفوا الرقم 64 864 هو هذاك 822 هو هذاك اللي ليا. يلا يلا برافو عليكم خوتي، يلا 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 سيت سيت سيت، غنلصقو الكابليات ديالنا هما هادو، الحمر الحمر وزرق مع ازرق. نهزو اللاندينغ الرجيلات زيد، تيكون في الاول ثقيل حيت ان الله كيهبط على الروايد. صافي مزيان، دابا كيخفاف داكشي يكون خفيف، فهمتيني ديما. شوف الكتاف لي موني لي زابدو، انت دابا كتفرج، انت نسيتي ما بركتيش لايك، وبرك لايك اصاحبي، برك هذيك لايك راه هي برك. نضيق هذا التريلر هذا هو قدامنا هنايا، درنا المشكل
ولكن غنزيدو نعطيو ليه سباس باش نرجعو كلشي. والله ونمشيو غتشوف ليها وكتشوف ليها راه فين ومع هذا ما تقيسوش. دابا مزيان نزيد واحد شويه خاصني نقيس هذيك اللعيبه. اوكي زير دابا صافي دور كلشي. احنا نزينا الاول مع تري مع الرموكه دابا غادي نهزو الدالي. يلا زيد 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 ارجي دابا خاصني نبقى ندفع شويه بشويه باش نجيبو فوق هذيك راهي. زيد زيد الرضا صافي دابا غادي نمشيو غندفعو بالاخر. دابا غادي نشوفو واش تسد مزيان معاها. صافي راه مزيان نتوما هاد التليفون باش ندخلو المعلومات ديال السيل نمبر. صافي كتشيكي داكشي راه مزيان طلعو الرجيلات. فاش كندخلو المعلومات الارقام وداكشي كنبقاو نتشيكيو الروايد كنقلبو الروايد كنقلبو كلشي واهم حاجه كنشوفو البولات وكنبداو على بركه الله نشدو الطريق فين الاوريغون. يلا نمشيو لولايه اوريغون الاخوان لبورتلاند تما ان شاء الله فين غادي نحطو الرحال. الناس اللي متابعيني شحال هادي غادي يعرفوا انه في هاد البلاصه هادي كنت كنخرج وكنتخرج بدوك الكاميونات الصغار. الكاميونات الصغار اللي كنت كنخرج وكنمشي نديليفري وكنت كنبدا الفلوغ من هذيك الجوايه اللي ليا كنحط طوموبيل تما وكنبداو الفلوغ. احنا سبحان الله ولينا تنجيو حتى لهنايا بالرموك الكبير. سو دابا الاخوان كيف كتعرفوا انه هاد الرموك هذا يعني هاد التريلر هذا راه كبير بزاف على انس باش تسمعوني مزيان. هاد الرموك هذا الاخوان كيف كتشوفوا راه كبير بزاف على التريلر اللي كتعرفوا ديال 53 53 وحيت جار جوج وكاين لي سباس ما بين دوك جوج ديال الضالي وكاين لي سباس ما بين هذا واللور يعني المهم جوج ديال 48 زائد لي سباس. سو هذا طويل شويه على الرموك اللي كتعرفوا الاخر الامريكان ديال 53. سو هذه اللي قلت لكم يعني في الوقيته ديال الثلج والشتاء وداك الشيء تما فين تيكون صعيب بزاف لانه الريح كيبقى يميل هاد جوج رموكات وللاسف فاش تيبقى يكون عندك الضغط على شي تريلر واحد بحال كتبقى تعواج بك القضيه يعني كتبقى تحس براسك بحال اللي كتفقد السيطره عليهم جوج. سو هادي ريدموند هادي البلاصه ديال مايكروسوفت هنا فين كاينين بزاف ديال الهنود والشينوا اللي كيكونوا عباقره كيجيو يخدموا مع مايكروسوفت هنا في انجينيورا. سو من هنايا كنهز تريلرز ولكن كنمشي لبلايص اخرين هما اللي كنت كنبدا منهم وغنولي نبدا منهم. هاد الايامات هادي كنهز من هنا علاش لانه كنعوض واحد خونا مي خلصني شويه زايد داكشي علاش كنسوق حتى لهنايا. هادشي اللي كاين كنهزو معنا تريلرز خدمه سهله زوينه خاص تكون عندك الاكسبيريونس وتكون عندك الباك جراوند مزيانه وكذا وداكشي مع فيديكس راه من احسن شركات تخدم معاهم. سو ان فوا كنشد الطريق كندخل ديريكت كنشد الطريق حتى لسميتو حتى لبورتلاند. من بورتلاند كندوز لواحد البلايصه تما حدايا وكنرجع بحالي ايزي ايزي بيبي
نار على بركة الله. سايق ورشي واحد الناس مساكنه وما بقاو فيا هنايا شوش على اكسيدون كي دايره واحد الاكسيدون خايبه وجات في الظلام 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 ما كيشوفو حتى شي واحد هادو اللي جايين تيجيو جد. شنو درت انا بالرموك ديالي جوج بيهم قطعت النص ديال الطريق ودرت الفور واي ايمرجنسي وكنديروا فلاش باش مساكن ما يضربهم حتى شي واحد ما عندهم لا ضو ولا حتى شي لعبه وانا اللي مغطيهم بالكاميو يعني كنتسنى البوليس يجي باش يقطع الطريق باش هكا الناس يشوفوهم من بعيد لانهم كانوا في الظلام وخطر عليهم. انت ما كاش البوليس شي البوليس هاي مان هاي فيم ا ليتل بيت كوز دي وير ان دينجرس سيتويشن سو اي جاست لايك يو نو اه يا I think probably when the firemen get clear, do you think you can just get clear? Yeah, yeah, sure. I was just going to drive okay. this way. Yeah, yeah. So I'll leave soon, and then they're probably going to be clearing soon, and then... Awesome. Yeah, what's your name? Corey. Corey, nice to meet you, Corey. Thank you so much for your service. Yeah. I appreciate that. And thanks for stopping. I appreciate it. Of course. Anytime. I know time is money for you, so... Oh, yeah. دابا شك فيها على انها كانت سكرانه انا براسي فاش كنت كنعاونهم قلت لهم راني شميت انهم بحالي سكرانين سو عرفتي الا درت اكسيدون وهي سكرانه غتخسر البيرمي ديالها. مرك صاحبي ما عمرك تشرب وتسوق هي دابا المشكله هي غتمشي للحبس وغتخرج غرامه وغيحبسوا لها البيرمي ديال على الاقل واحد 90 يوم وشوفوا واش عام ولا على حساب الا كان ديجا داير هذا البلان هذا. شفتيني مورايا واحد خونا مول الطوموبيل وحبسات له الطوموبيل هنايا قطع الطريق على كلشي. تخيل معايا ان هذا الاي 5 هذا معروف بزاف ميريكان عرفتي مورايا شحال خد شحال طويل كله حبس الروينه عرفتي راه حبسات بزاف ما قدراتش كاع يعني تزيد هاد الحركة هادي يعني دابا تقريبا 10 دقائق وخلال 15 دقيقة تي شنو وقع اقسم بالله تي شتي هاد الاكسيدون اللي شفتو دابا واحد اللقطة كنت كنهضر في التليفون مع صاحبي وبالليل راك شتي غير الخلواني والظلام الليل وداز واحد الطوموبيل بحدايا فن كحلة ما لواحد الدرجة بقوت واحد السرعة اللي داز ما عرفتش اش من نوع ديال الطوموبيلات وتا الضو ما كانش شاعل غيت بحال الله غير داز تقريبا 3 دقائق ولا 4 دقائق وانا غادي هكايا وكنهضر مع الدري صاحبي والظلام تما هي تنشوف طوموبيل هكايا في الوسط ونورمالمون هنا الرموك كنمشيو بواحد السرعه بسرعه يعني 65 ولا 70 راه هي تقريبا بحال اللي كنقولوا حنايا راه 120 بالمغربيه وكيتبان لي ديك اللقطه والطوموبيلات جوج طوموبيلات دازهم حداهم فن من حداهم وهما الظلام وما شاعلين حتى الضوايات اللي زعما ديال كتقول لهم بلي راه حنا في وسط الطريق والو
وانا فهمتيني وانا بقيت غادي كنقرب وكنفكر كنقول واش انا غير ندوبل ونكمل طريقي ولا لا هذا الكوبل هذا واقف في الشانطي وما وباغي اللي يعاونه وكذا وداك الشيء شنو درت اخوان المهم انا غادي لوسط وكايا حتى كنعمر شويه على اليمين وما انا جار جوج تريلرز قطعت كاع النص ديال قطعت الخط الوسطاني والثاني اللي ملهيه ودرت الفور واي ايمرجنسي فلاش يعني شعلت الضوايات ومع ذلك خليت غير واحد شويه ديال سباس علاش باش نقطع كاع الطوموبيلات اللي كاينين جايين من الجهد علاش هذا الفري واي وهذا الفري واي هذا الناس كيمشيو بالجهد والله الا جاو بقاو كيسلموا عليا وعنقوني بخوت الفرحه قالوا لي عتقتينا الطوموبيلات كيدوزوا بالجهد وما كيعقلوش علينا لان هنا مراكنا بنادم كيكسيري وبالظلام ما شعلش الدور ما كيبان لكش كاع ما كيبان لك والو خصهم الطوموبيله كحله وما عندهم حتى شي فلامه ولا شي لعبه المهم هي هذيك صافي بقيت معاهم كنعاونهم باش ندفع الطوموبيل والو عييت معاهم حتى في الاخر ضربت الدوير على الطوموبيل بنت الطوموبيله كامله تفرشخات مشات كامله من اليسر وهما بديت كنهضر معاهم ريحه الشراب خارجه بالعلالي واحد لقطه قلت لهم يو جايز قلت لهم انتم دبرتوا عليها المهم هضر بالانجلي قلت لهم انتم دبرتوا عليها اش اي يجي البوليس غادي يلصق لهم شي ديو اي غيدير ديهم الحبس وهذا الشيء هذا اللي وقع كيف شفتوا معايا في الفيديو علاش لانه هنا الديو اي خطير عرفتي الديو اي عرفتي علاش شدوك هنا البوليس سكران عرفتي غرامه ما بين 10000 حتى 15000 دولار يعني ما بين 10 مليون حتى 15 مليون مغربيه وسسبند لايسنس ديالك ما بين 60 يوم حتى 90 يوم وزيد عليها غادي تقرا واحد ليكور باش تشوفوا شوفوا واش غيقدروا يرجعوا لك اللايسنس ديالك من بعد ديك المده يعني اكفس حاجه الاخوان ما عمرك في العالم كامل ما عمرك تبوق ولا شي لعبه وتمشي تخرج السوق علاش لانك راك كتحط راسك في واحد الموقف خايب وتا الناس كتحطهم في واحد الموقف خايب سوما ما تكونش اناني والانسان يرد باله نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوق ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب راه كتنساو سبسكرايب عرفتي عندي احصائيه ديال الفيسبوك يقولوا لي كيتفرج فيك ما كيديرش لايك ما كيديرش سبسكرايب حشومه عليكم ليتس جو بيبي وهكذا غادي نكون ساليت معكم الفلوق فين في البلاصه اللي بديت بها من هنا بدينا قبيلات دابا طاح الظلام سوا دابا غادي نمشيو للدار ندوشو ايوا الناس ما تنساوش لي بارطاج ولي لايك والفيديو الجاي ان شاء الله غيكون مختلف على الرموك ولكن الا عجبكم هاد البلانات ولا الفيديوهات بحال هكا ديال الرموك نبقاو نزيدو نديروهم خليو لي كومونتيرات كلشي كومونتير ديال تحت باش حفزوني عاوتاني نرجع للفيديوهات حفزوني يلا حفزوني يلا من هنا نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله تهلاو في راسكم نشوفكم ساعه الخير بالسلامه.